السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما راكم تشوفوا اليوم خرجتكم في جولة يعني صغيرة، جولة رائعة خرجت فيها الأولاد. رحنا يعني دورنا في منطقتي الجميلة، منطقة جبلية رائعة، هواء نقي، صوت العصافير، الأشجار، يعني الزيتون مع موسم جني الزيتون. كان يعني كانت جولة رائعة، فرحوا بها الأولاد. يعني مشينا، كان الجو مشمس، كان يعني وش نحكي لكم، يعني فرحوا بها وحوسوا ولعبوا، ويعني منطقة رائعة كما راكم تشوفوا هنايا. يعني الأغنام ما شاء الله تبارك الله، يعني خير إن شاء الله، ربي يبارك لهم في خيرهم. كما راكم تشوفوا الأولاد كانوا يعني يلعبوا، جولة كانت رائعة، جولة كانت ما شاء الله كانت هايلة، تحوسوا وتفرحوا بها. إن شاء الله نعودها إن شاء الله ونكون يعني جولة أكثر من رائعة. كما راكم تشوفوا هنايا كانت هذه المنطقة ما شاء الله منطقة يعني يلعبوا فيها الأولاد، منطقة رائعة، المنظر يعني يعبر على هذا الشيء. كما راكم تشوفوا أولادي كانوا يلعبوا، كما راكم تشوفوا المنظر رائع، منظر خلاب يعني ولا أروع. هنا بالنسبة للمنظر، هنا أشجار الزيتون كما راكم تشوفوا مع موسم جني الزيتون، منظر رائع جدا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هنا صورت لكم يعني جحر النمل ما شاء الله، شوفوا كان رائع. ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم وتكونوا يعني استمتعتوا معايا. كما راكم تشوفوا اشجار الزيتون يعني اشجار رائعة، مش نحكي لكم، يعني مناظر خلابة جدا. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتشاهدوه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا راح نوريكم ايضا مقتطفات من الطريق يعني اللي تؤدي الى يعني منطقتي الجميلة. كما راكم تشوفوا الاشجار يعني منطقة هادئة جدا رائعة، تسمعوا فيها صوت العصافير، يعني رائحة يعني اوراق الزيتون، رائحة يعني الاشجار، وش نحكي لكم، مناظر رائعة تبارك الله، يعني ما شاء الله. راح نوريكم ايضا طريقة جني الزيتون، يعني طريقة سهلة، وهذا هو الموسم يعني اللي نجنو فيه الزيتون كما راكم تشوفوا، مناظر رائعة جدا. وش نحكي لكم، اقليل ان شاء الله يعني نكون وصلت يعني المنظر بصورة جميلة. وش نحكي لكم، الزيتون كما راكم تشوفوا ما شاء الله تبارك الله، اشجار رائعة مليئة بالزيتون، اشجار يعني كل انواع الاشجار تلقاوها في منطقة هذه كما راكم تشوفوا هنايا. هنا كما راكم تشوفوا الاولاد، هنايا الزيتون يعني طريقة جني الزيتون، طريقة لكنها ممتعة جدا. يعني تحسوا لما نقطفوا الزيتون او نجنوا الزيتون راح يكون تكون حلوة بزاف كما راكم تشوفوا هنايا. الاولاد يعني كانوا فرحانين وكانوا ينحوا الزيتون ايضا كما راكم تشوفوا. الزيتون يعني ما شاء الله شكله رائع، والحبة يعني ما شاء الله راح نوريها لكم، يعني الحبة تاع الزيتون شكلها ولا اروع كما راكم تشوفوا، يعني ما شاء الله خيرات كبيرة ورائعة. هنايا كما راكم تشوفوا الأولاد راهم يلعبوا وينحوا في الزيتون بهذا، يعني كان فيديو رائع، يعني حوسنا تمتعنا، شبعوا لعب. هنايا في آخر المطاف كان مسجد السلام، مسجدنا الكبير. ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم ورضاكم، وتحياتي لكم وبارك الله فيكم. هذه كانت جولتي لاخر السنه، ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناه ودعمي
واللايك واكيد تعليق شباب يكون من عندكم، اكيد اللي عجبكم الفيديو. تحياتي لكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.